أشكركم بكل خير ومحبة. تتواصل التحديات والإثارة على أرضية ميدان الشحانية في هذا المساء وفي ثاني أيام هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه، وعلى بركة الله ينطلق الشوط العاشر الخاص للقعدان الحقايق من مسافة 4 كيلومترات نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. نبدأ مع البداية ونتقدم مع أول الأسماء، هنا السبع بشعار عامر بن راشد بن سعيد آل بريص المري يتقدم مع البداية مع أول الأسماء، هنا بالراية يحضر ويقدم لنا السبع. ثاني الأسماء وصل هنا أسد بشعار عتيق بن مطر بن حسن القبيسي مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز وصل مجد بشعار مبارك بن دقاش بن محمد العامري مع ثالث الأسماء. رابع المراكز وصل نايف بشعار سالم بن صالح بن سالم نابت المري يتقدم مع نايف مع رابع الأسماء. خامس المراكز سياف بشعار علي بن جميل الوهيبي مع خامس الأسماء. وخامس التحديات، ها هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المنطلقة في دائرة النداء والإذاعة. ولنا عودة مع الصدارة، لنا عودة مع البداية مع أول الأسماء. أسد هناك على البداية بشعار عتيق بن مطر بن حسن القبيسي يتقدم مع أول الأسماء ويقود هذه الأسماء وهذه الشعارات، يتواجد مع البداية. ثاني الأسماء غادم هناك السبع عامر بن راشد بن سعيد آل بريص المري يقدم السبع مع ثانية الأسماء ومع مركز الوصافة. ثالث المراكز نايف سالم بن صالح بن سعدان نابت يتقدم مع نايف، وأيضا حصل تسلل من قبل سياف علي بن جميل الوهيبي. وخامس المراكز القادم هنا الطاير حمد بن مسر بن علي المخضوبية المري يتقدم مع خامس الأسماء. وخامس الانطلاقات، بدأت الأسماء والشعارات بالسرعة، بدأت الأصايل بالانطلاق نحو الفوز ونحو الانتصار في هذا المهرجان. أعود إلى البداية، أعود إلى الصدارة. أسد على البداية، عتيق بن مطر بن حسن القبيسي يقدم لنا أسد مع أول الأسماء وأول الشعارات، بالراية مع ثاني الأسماء. السبع عامر بن راشد بن سعيد آل بريص المري مع ثانية الانطلاقات. ثالثا وصل الفيصل بشعار سعيد بن محمد بن عبد الله بالحب العامري يقدم لنا الفيصل مع ثالث الأسماء. رابع المراكز نايف من الجانب الآخر سالم بن صالح بن سالم النابت المري. خامس المراكز وصل هنا الفهد سلطان بن خاتم بن محمد بن خاتم الشامسي يتقدم مع خامس المراكز. وخامس التحديات، ولكن البداية الله يا الكيلو متر الأخير والخطير. البداية أسد على الانطلاق الأول، عتيق بن مطر بن حسن القبيسي يتقدم مع أسد مع البداية. ثاني الأسماء نايف، نايف يتقدم نايف بإنجازاته، يحضر نايف مع ثاني الأسماء. سالم بن صالح بن سالم النابت المري بالحب قادم يتقدم مع الفيصل. رابع الأسماء وصلت الشعارات، القادم والمتقدم حاضر محمد بن عبد الله بن جار الله بن ذروة، وأيضا هناك الشامسي يتقدم مع خامس المراكز. ولكن نايف، نايف نايف على البداية. سالم بن صالح النابت المري يتقدم مع نايف مع البداية بالحب مع ثانية الأسماء. ثالث المراكز وصل سكر أحمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد، ولكن الصدارة نايف، نايف مع البداية، نايف مع الفوز. سالم بن صالح بن سالم النابت بالحب قادم يتقدم مع الفيصل. سعيد بن محمد بن عبد الله بالحب العامري، ولكن نايف، نايف نايف يعود إلى إنجازاته. الله الله الله، نايف سالم بن صالح بن سالم النابت المري
يضيف السيارة الثالثة والرابعة في الرصيد. نايف لسالم بن صالح بن سالم الناب التهانين وناموس ثاني المراكز. وصل هنا الفيصل سعيد بن محمد وعبد الله بن حب العامري وثالث المراكز. ثالث المراكز وصل سكر احمد بن سلطان بن خليفه بن رشيد السويدي. ورابع المراكز رداد مبارك بن سهيل بن مبارك بن محمد بن الحطم العامري. وخامس الاسماء وصل الفهد سلطان بن خاتم بن محمد بن خاتم الشامسي. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، هكذا هي التحديات والمنافسة على أرضية ميدان الشحانية. نايف هنا مع الفوز والانتصار ويضيف الرصيد لإنجازاته. هنا التوقيت الزمني 5:51.33 من الثانية. هو نايف سالم بن صالح بن سالم النابت المري. هنا بن سعد من قدم لنا النايف ثاني المراكز. وصل الفيصل والتوقيت الزمني 5:52.59 من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الفيصل سعيد بن محمد بن عبد الله بن الحب العامري. ثالث المراكز كان سكر والتوقيت الزمني ولاحظ وصول سكر إلى خط النهاية 5:53.72 من الثانية. تهانينا الناموس لأحمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي. فتهانينا والناموس للجميع.